استنى فعلا مستورة البكري حسن، وربنا عطوه لي وستيرني معاه. احنا بلدنا هنا تعبان، بلد تعبانة خالص. انا قدمت والله وقلت هي وظروفها، جات يبقى توسيع من عند ربنا، هيتوسع عني يا بتاع علي، بس ما جاتش يبقى خلاص. لا بتوع الشؤون الاجتماعية عارفين ظروفي وعلى طول بيجوني يسألوا عليا، عملوا لي معاش كرامة جاني 350 جنيه. ال 350 جنيه الحمد لله، يعني الحمد لله فرقت معايا، زودت المصروف عليا، بس مش مقضية المرض، مش مقضية العيشة، صعبة البيت شكياني، عايز تبدل البيت وتبيعه. البيت بتاعك مكانه كام حجرة؟ حتتين وصالة وحمام. اوضتين وصالة؟ وحمام. وصف الشقة بتاعتي. مستورة وميرفت اتنين من 2 مليون استفادوا لحد دلوقتي من تكافل وكرامة، وفي زيهم وغيرهم كتير من كبار السن والمعاقين، بيخدمهم البرنامج وبيساهم ان يوجد ليهم فرصة عمل، وبيبني جيل متعلم وصحته كويسة، لان دي ابسط حقوقنا كمصريين لحد ما تبقى مصر فعلا بلا عوز. فارق كتير جدا طبعا. انا يعني العدد عندي في المستحق من الضمان 10,600، اللي عملناه في الست شهور الأخيرة من تكافل وكرامة حوالي 12,000 فيزا. الضمان قديمنا 30 سنة شغالين فيه، ما عملناش الرقم ده.